وصلوا الى كربلاء. تعبتم تقدر بيكم تعبتم. وصلوا الى كربلاء وذاك الشوق ولما نبقى نشيل الغايب وكوني بيه يا ابوي واربعين ليلة فارج عاد وصلت. فزينب سلام الله على زينب قالت من زين العابدين عم علي دلني على قبر ابن والدي. انا ايش بدك تسوي؟ او ليش جبلك؟ يقول زين العابدين فعشرت اليها وقلت لها ذلك قبري لحسين. قالت عم ما تعلم بانني عميد. يا الله شو يعني